ما حكم إذا كان بعض الدعاء عقيدته صحيحة ولكن في منهجه شيء قليل من الخروج في اللسان فقط، هل يعتبر من أهل البدع ونطلق عليه مذهب الخوارج؟ أي نعم، إذا كان يرى مذهب الخوارج فهو خارجي. اللي يرى مذهب الخوارج يقول مذهبهم صحيح هذا يعتبر منهم، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن مذهب الخوارج مذهب باطل ولا يجوز تزكيته أو مدحه أو اعتقاد أنه صحيح، مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. نعم.